في خطوة جريئة وتعد الأولى من نوعها في محافظة شبوة، نفذت لجنة الخدمات وتحسين مدينة عتق حملة لإزالة التعديات والبسط العشوائي في عدد من الأحياء والمخططات السكنية الحديثة داخل المدينة. وتأتي هذه الحملة بهدف استعادة ما تم البسط عليه من الأرضيات والمواقع المخصصة للمصالح العامة، وكذا التصدي لمظاهر السطو على أراضي الدولة والتعدي على الشوارع العامة والرئيسية. لدينا خطة متكاملة لإزالة العشوائيات في مدينة عتق وباقي المديريات، وبتوجيهات صريحة من الأخ محافظ المحافظة ولجنة الخدمات، حيث قمنا بإزالة حوالي أكثر من 20 اعتداء في الجهة الغربية، منها مخطط 312 و411، واليوم يعني نعمل على إزالة بعض التعديات على المواقع الخدمات في مخطط 212 و216، لا زالت اللجان يعني الحملة مستمرة. وقد شملت الحملة أعمال هدما وإزالة واسعة لعدد من المباني العشوائية في المساحات المخصصة للمدارس والمستشفيات والمرافق الخدمية والحدائق والمتنفسات داخل الأحياء الجديدة، وهي المواقع التي تم السطو عليها خلافا للقانون. ويؤكد المعنيون في لجنة الخدمات العمل على مواصلة الحملة ومحاسبة مرتكبي هذه المخالفات من خلال إحالتهم للجهات المختصة في إجهزة القضاء والنيابة. حيث قمنا بإحالة حوالي 11 منزل إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار قرار الإزالة، حيث تم البناء في تلك المواقع بسبب الظروف الأمنية التي خلفتها الحرب منذ ما بعد 2011 وحتى يومنا هذا. والهدف الأساسي من الحملة هو حماية المواقع الخدمية من التعديات على المواقع المدارس والحدائق وغيرها من المواقع المخصصة. لدينا هناك خطط قادمة، حيث نحن عاكفون حاليا على أعداد المخطط العام لمدينة عتق وتحديثه بخبرات كبيرة من المهندسين في المحافظة، ونحن الآن في اللمسات الأخيرة للتعميده، وكذلك أعداد العديد من المخططات التفصيلية لاستيعاب التوسع العمراني المطرد في مدينة عتق. وهناك مشاكل كبيرة تواجهنا، حيث أن بعض المواطنين قاموا بالبناء في مجاري السيول، وكذلك عمل بعض من الدعيي الملكية مخططات خاصة تبتكر لأدنى معايير التخطيط، وهذا من أصعب المشاكل التي تواجه الفرع، ونحن بإذن الله عازمون على حلحلة تلك المشاكل. ويعول الكثير من المواطنين على أن تكون هذه الحملة بداية لحلحلة ملف مشاكل الأراضي المتراكمة في مدينة عتق، والتي تعد واحدا من أهم الملفات الشائكة في محافظة شبوة وتحتاج إلى سرعة الحسم فيها. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة.